أحد الناجين من الحادثة مع عائلته. كل التحايا لك أستاذ عامر. أهلا وسهلا بكم وخالص العزاء لكم. شكرا ممنونين. أستاذ عامر باختصار كم استغرقت الحادثة؟ يعني اشتعال القاعة 4 دقائق ما طولت كلها احترقت. شفت لحظة اشتعال الإجرام؟ ايه؟ شنو اللي كان السبب؟ يركضون يرقصون سلو العروس والعروس، فاشتعلوا هاي الشعالات شعلوها. تمام. معلينا هواية كانوا ما وصلت للسقف، طفرت شرارة صغيرة تخذ بالسقف. يعني انت شفتها؟ شفتها بعيني، تخذ بالسقف الشرارة، ثواني احترقت، يعني ما طولت يكون 5 ثواني احترق السقف. العالم عبالهم فتفيكة حلوة، يعني من القاعة الفعاليات الموجودة او الالعاب. ايه. فورا ما احترقت وقعت النار، قام يوقع مثل المطر خلال يعني 10 ثواني ما طولت، وقع السقف مثل المطر. احنا شفنا الفيديوهات كيف كانت تنزل، يعني هاي خلال 10 ثواني ما طولت. 10 ثواني وكيف طلعت الناس العالم قامت تدافع، بس شافوا الحريق السقف قام يوقع، قامت تطلع من هذا الباب، من المطبخ، باب الوراك وباب الصفة. كان اكو ابواب مغلقة؟ ايه، الباب الورا كان مغلق، بعدين جاب مفتاح فتحوه وطلعوا. الباب الرئيسي نصه مفتوح، نص اللاخ كسروا وعام قامت تطلع، بس الكهرباء انطفت، العالم ما قامت تشوف واحد اللاخ. يعني نار والظلمة وهاي الأثناء الناس تدافع، صار تدافع، صاروا ناس توقف فوق ناس، اللي وقعوا بالباب خلصوهم سحبوهم، والناس طلعت وطلع دي يحترق. يعني مشاهد مرعبة. مرعبة، فيلم مرعب موجي. تتحدثت قبل البث المباشر، أي. ما نايمين أنتوا هاي 3 أيام؟ هاي 3 أيام ما نايمين، يعني الصبح نقعد نروح للمقبرة، لو عندنا 10 لو 15 لو 60 واحد لو 30 واحد حسب جثث واحد صف الأخ مصفطيهم، خلص المقبرة نرجع على التعزية بالكنيسة، لو نفطر عليهم ببيت واحد كلهم مسويين خيام وقاعدين. وبالليل هنا؟ وبالليل نجي هنا نسعى شموع، يعني العالم حتى دموع ما صار، نشفت دموعها من البتش. يعني صارنا 3 أيام ما نايمين، خصوصا أني ما نمت، الموقف اللي شفته قدام عيني، يعني أنام وأفز. كثير من أحبائك وأصدقائك؟ كلهم أحبنا أنا وأصدقائنا، قرقوش قولها قريب، ناس متمسكة بالناس، ولد عم ولد خال ولد أخت، كلها ناس متمسكة بالناس. يعني تقريبا العزاء واحد، عزاء واحد، كنا عزاء واحد، احنا يعني كنا ماكو هذا من عمه، هذا من خاله، هذا من، يعني كلنا قرايب خرقوش، حتى لو مو قرايب احنا كلنا اخوه هنا، ومجمعه جونا من من موصل، من القرى، كلهم يعزونا ويانا، يعني يجون. كان اكو موقف تكاتف من اهل الموصل؟ هوايه، كلهم، ناس تبرعت بالدم، ناس تبرعت بطانيات، ناس بفلوس، ما قصروا ويانا والله العظيم، ما كان هم اول ناس قبلنا اجوا من الموصل، حتى القرقوش اجوا من القرى، هذا اللي برد بالدم، هذا جايب فلوس، هذا جايب شغلات طبيه، يعني اللي قدروا عليه جابوه. بس حجم الفاجعه كان كبير، كبير، حيل كبير، يعني ما متصورين، يعني ما يصير قاعه خلال 4 دقائق 5 دقائق تحترق، العالم قوه طلعت، يعني خلال ثواني طلعت العالم، والبقى بقى احترق، اللي وقع فوقه. اكو بعد تحت الركام، اكو مفقودين؟ اكو مفقودين عندنا، هواي عندنا مفقودين، بال40 واحد مفقودين، ما يعرفون عنهم كل شيء، ما يعرفون. يعني لا جرحى ولا ما يعرفون جرحى موتى، ذابين بال اسمه طب العدلي، ودي يسوون فحوصات، اللي عنده مفقود يروح يسوي فحص، ودي ننتظر. يعني افهموا اكو مجالس عزاء بدون جثامي الحاليه؟ لا، ما دي يسوون مجال، اللي يجيبون جثه ما يسوون عزاء. عندنا الباحة اول يوم دفننا 47 واحد، ثاني يوم دفن 9، واليوم 11 واحد. والبعد عندنا بعد هوايه ما نعرف بعد، والجرحى بعد الله يساعدهم، حالات صعبه للجرحى، حيل صعبه اكو يعني. واليوم ودوا 6 الباحة لتركيا، وباكر راح يودون بعد كم واحد في تركيا. يا رب ان شاء الله.
خاتمة أحزان إن شاء الله على جميع العراقيين. شكرا جزيلا لك زميلي. أعود إليك في الاستديو. هذا واقع الحال، الحزن يخيم على الحمدانية وعلى نينوى بأكملها. المحلات هنا أغلبها مغلقة باستثناء المحال التي تبيع الاحتياجات الأساسية والضرورية لإدامة الحياة اليومية. الجميع في مشاهد حزن، يعني مشهد هذا الجدار لا يوصف. نعم. والعوائل توقد الشموع واللافتات، يعني لافتات تخص 4 أشخاص و6 أشخاص من عائلة واحدة، لافتات تخص 2 و3، الأب والابن، الزوجة وزوجها، الأخ وأخته. يعني المشهد يعني مؤلم جدا، حزين، مليء بالسواد، مليء بالبؤس، مليء بحجم الألم. نعم. الكلمات لن تصف ما نحن فيه الآن.